مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رسائل سينما. لطالما عرفت الكوميديا السوداء بعرضها للقضايا الجادة والمصيرية بأسلوب ساخر، ولطالما سمعنا عن لا عقلانية الفن السوريالي، لكن أن تجتمع السخرية باللا عقلانية مضافا إليهما فن العبث في عمل سينمائي واحد، فهذا ما سوف نناقشه وإياكم في حلقة هذا اليوم. يد إلهية، فيلم فلسطيني تعرض للواقع المعاش بشكل هزلي ساخر وبمحتوى مليء بالرمز والإيحاء والخيال. فمن واقع الحياة الفلسطينية يستلهم المخرج صوره ولوحاته الفيلمية، ومن ذكرياته التي عاشها على هذه الأرض يسرح خياله ويمرح داخل فضائه السينمائي الخاص، لكنه فضاء مغلق ومقيد بقيود الاحتلال الصهيوني لفلسطين المحتلة. وقبل الدخول في ثنايا الفيلم، دعونا نتعرف وإياكم إلى هويته وأبطاله الرئيسيين لنتابع. يد إلهية، فيلم للمخرج الفلسطيني إيليا سليمان، وقد اشترك مع هامبرت بالسان في الإنتاج وكتب النص بنفسه كما شارك في التمثيل. ينتمي الفيلم إلى فئة الكوميديا السوداء ويعتبر أوتوبيوغرافي أو سيرة ذاتية للمخرج إيليا سليمان الذي أدى الدور الرئيسي بنفسه وتحت اسمه الحقيقي. أما شخصية الفتاة صديقة إيليا فقد أدت دورها الممثلة منال خضر، فيما أدى دور الوالد الممثل نايف ظاهر. أما سانتا كلوز فأدى دوره الممثل جورج إبراهيم. صدر الفيلم بإنتاج مشترك فلسطيني فرنسي مغربي وألماني عام 2002. شارك في مهرجان كان السينمائي وفاز بجائزة النقاد المسماة International Federation of Film Critics وجائزة لجنة التحكيم، كما نال جائزة مميزة من لجنة التحكيم في مهرجان شيكاغو العالمي للأفلام وجائزة Screen International Award في مهرجان الأفلام الأوروبية. وقد حصد حوالي 421 ألف دولار على شباك التذاكر. يد إلهية هي مجموعة من القصص المختلفة لشخصيات يجمعها واقع الاحتلال الإسرائيلي داخل مدينة الناصرة. يصور المخرج حياة هذه الشخصيات اليومية في إطار من الصمت وضمن مشاهد لا تخلو من الكوميديا السوداء. لنتعرف إلى كيفية ربط المخرج لقصص هذه الشخصيات، حضرنا هذا التقرير حول قصة الفيلم. يبدأ الفيلم بمشهد رمزي حيث تلاحق مجموعة من الأطفال شخصية سانتا كلوز الأسطورية، غير مبالين بالهدايا التي تقع من جعبته، إلى أن يصل أعلى التلة مطعونا بسكين، حيث المقام الذي يخلد السيد المسيح عليه السلام. يكمل الفيلم أحداثه الصامتة ليعرفنا إلى علاقة الناس ببعضهم في أحياء الناصرة. رجل يعامل الجميع بعدائية ويصر على هدم الطريق المجاور لبيته، وجيران يتشاجرون بسبب رمي القمامة في حوار غريب يكاد يكون الأول في الفيلم. ما هي زبالتنا اللي عم برميها على ساحتكو، هي زبالتكو اللي عم ترموها على حكورتنا برضو أهل. وأب يشعر بالامتعاض دوما ويعيش أياما تكاد لا تخلو من التكرار والصمت، وشاب يلتقي فتاة من الضفة الغربية في رام الله يفصل بينهما حاجز إسرائيلي يحول في نهاية الفيلم دون لقائهما. حبكة الفيلم الفعلية تدور حول قصة لقائهما قرب الحاجز الأمني، وفي تطور الأحداث نشهد كثيرا من أحلام اليقظة حيث تتصور الفتاة نفسها بقوى خارقة تمكنها من عبور الحاجز دون أن يتمكن الجنود من ردعها. أيضا يتخيل الشاب أن بإمكانه تفجير دبابة إسرائيلية عبر رمي بذرة لفاكهة المشمش. وفي أحد اللقاءات يطلق الشاب بالونا في الهواء يخترق الحواجز ويمر فوق المقدسات ليحط على قبة الصخرة. ولأن صمت الفيلم هو صمت الفانتازيا، فإن مشاكل الأب تتراكم وتسبب له أزمة قلبية. بينما تتوقف الفتاة عن ملاقات الشاب قرب الحاجز
ويبقى حلم اليقظة ليصنع مشهدا بطوليا خارقا، حيث تقاتل الفتاة 5 جنود إسرائيليين يتدربون على إطلاق النار. ولا يخلو هذا المشهد من استخدام الرموز والإيحاءات عن طريق استعمال سلاح النجمة والهلال والدرع الذي يشكل علم فلسطين. ينتهي الفيلم بموت الأب بينما يراقب الشاب وأمه احتقان طنجرة الضغط فوق النار، وينتهي الفيلم ولا ينتهي حلم اليقظة على أمل أن تنفجر الإيحاءات والرموز واقعا حرا وتعبيرا يكسر جدار هذا الصمت العميق. بقصص صغيرة وحكايات متداخلة رسمت لنا لوحة ناصرة كما رآها المخرج والممثل إيليا سليمان خلف الكاميرا وأمامها. فها هم أهل مدينته في الناصرة وقد ملأ الضجر حياتهم فأشبعت بالحزن وغرقت في البذاءة والسلبية، صورة نمطية لجلد الذات أرادها المخرج أو أراد من خلالها أن يقول لنا إن الإنسان الفلسطيني عندما يكون وجوده ثانويا على أرضه فليس أمامه حينها إلا أن يكون سلبيا تافها أو طائشا عميلا أو صامتا مستسلما للواقع. إن استفزه جسم غريب تمتلكه القوة والحماسة، لكنه سرعان ما يتكشف في الفيلم عن مجرد أفعى في رمزية تذهب بنا إلى أكثر من اتجاه، أحدها العدو كما في الثقافة الشعبية وفي تأويل الأحلام. سيارتك مسكرة على الكراج، تسمح تزيحها؟ شنو ها؟ سيات بيضة؟ بيضة. أنو موديل؟ بعرفش بس جديد لانج. أنو سنة؟ جديد لانج. شو نمرتها؟ ثلاثة اثنين ثلاثة سبعة ستة واحد أربعة. جارتنا، ليش بترمي زبالتك على ساحتنا؟ مش عيب؟ جارنا، ما هي زبالتنا اللي عم برميها على ساحتكو، هي زبالتكو اللي عم ترموها على حكورتنا. مو يعني الجار لازم يحترم جاره؟ ليش بتفاتحنيش في الأول؟ مش عشان هيك اللي أعطانا لسنات؟ حقيقة لقد اشتغل المخرج بعناية فائقة على تشويش التفكير المنطقي بخلط السبب والنتيجة وإفساد النظام الذي يقوم عليه الزمان والمكان بشكل يفهمه كل على هواه. هذه الفوضى الناتجة قد تساهم برأي صناع الفيلم في رأي مستوى وعي الجمهور إلى درجة أكثر عمقا من الفهم السطحي للأحداث. من هنا مشاهدين الكرام، فنحن دائما مطالبون بفهم آخر يسكن ما وراء المشهد. نحن في هذا النوع من السينما أمام مقاربات لا منطقية تجبرنا على الهروب من الواقع والنزوح نحو الخيال. إن كان فلسطينيو عام 48 رافضين للجوء في أراضي الشتات، فإنهم لجأوا في الخيال نحو عالمهم الخاص وفلسطينهم الخاصة. لجأوا لخيالهم لإرضاء الذات وقاوموا المحتل كل بحسب خياله.
هذا العمل يطالبنا بالبحث عن واقع خفي يقبع في أعماق النفس. إنه واقع موجود ولكن في عالم اللاشعور أو اللاوعي. من خلال الفانتازيا وحدها يمكننا إظهار كوامن النفس لتخرج إلى وعي المشاهد وذهنه فيقرأها بطريقته الخاصة. ونحن ندعوكم مشاهدين الكرام لقراءة المشهد التالي. يقال كيف؟ مطيري إفو شاب ما قد تصل لنو تاخت ها؟ تقيل لي ما انت اشتغلت تريد اتزي ما قد اخوه قونا لسلم ארבע شومع؟ شومع יש פה איזה בלון שאיפו אנחנו רוצים להוריד אותו, זה אפשרי? חכו